ربما يدعي المرء أنه من أهل الحق والاستقامة، لكن كثيرا من الناس لا يعون معنى هذا المبدأ. لقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم فبذل من أجل ذلك حياته، دعا إلى الله تعالى سرا وإعلانا، ونطق وصدع بكلمة الحق ولم يبالي بأحد، أوذي في نفسه وفي أهله وفي ماله فصبر، وهاجر من وطنه ودفع أصحابه وأحبابه للجهاد في سبيل الله حتى مات بعضهم وجرح بعضهم، وأمرهم بالخروج هجرة في سبيل الله، تركوا أهليهم وأولادهم وأوطانهم واشتاق إليهم، لكنه صبر ولم يغشهم لحظة، وكان يأتمر بأمر الله سرا وإعلانا ظاهرا وباطنا، شاكرا لنعمائه صابرا على بلائه، ولم يتردد في قبول حكم الله تعالى، ولم يجامل في ذلك أحدا حتى لقي الله عز وجل وأنشأ على ذلك أصحابه رجالا ونساء صغارا وكبارا، فظهر خير جيل عرفه التاريخ، فشيد الحضارة وحمل مشعل الهداية وأقام دولة الإسلام وحكم بين الناس بالعدل وأذاق البشرية نعمة الإنصاف. انتقل ذلكم الجيل من رعي الغنم إلى قيادة الأمم، لم يدرس في جامعة ولم يخضع لمنهج تربوي وضعه فيلسوف أو خبير عنده شهادات في التربية، وإنما تزكى بالقرآن على يدي خير أنبياء الله تعالى ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي الاستقامة التي سار عليها من عرفها ممن اصطفاهم الله تعالى فاتبعوا هذا المسلك بإحسان، ما غمروا قصور الملوك طمعا في الدنيا، ولا تقلبوا بين أحضان الجواري، ولا تنافسوا على الفتات المتساقط من موائدهم، بل رضوا بالقليل وقنعوا باليسير، واتهموا ظلما وعدوانا اتهامات باطلة، ومع ذلك صبروا وثبتوا على الحق مع قلتهم، لأن همهم رضوان الله لا الدنيا التي تكالب عليها كثيرون. هذه هي الاستقامة، هذا الورع الذي كانوا عليه من ترك الشبهات فضلاً عن الحرام الخالص، بل كان بترك التوسع في الدنيا إذا لم يكن فيها منفعة لئلا تشغلهم عن الآخرة. وسيرهم طافحة بهذا، هؤلاء ليسوا محصورين في ذلك العصر، بل هم في كل عصر وفي كل مصر، لأن الله تعالى أنزل هذا الدين ليبقى حياً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
هؤلاء يتحقق فيهم هذا الحكم الذي أنزله الله تعالى في قوله تتنزل عليهم الملائكة حتى في هذا العصر الذي ساد فيه الفجور وانتشر فيه الباطل وكثر المتهافتون على الدنيا وزخرفها وقل المستمسكون بهذا الطريق والسالكون لهذا الطريق طريق الاستقامة فهم كالقابض على الجمر ومع ذلك بفضل الله تعالى يتحقق هذا الأمر يدركه من يدركه وكثير ممن لا يدركه فهو محروم وليراجع نفسه إن الله عز وجل يحكم هنا أن من صدق في الإيمان وفي الاستقامة تتنزل عليه الملائكة لا يلزم ذلك أن يراهم بعينه وقد يراهم فلا مانع من ذلك شرعا ولكن لذلك صور كثيرة لو لم يكن إلا التأييد والتسديد في الثبات على الحق والاستقامة لكفى لو لم يكن إلا البركة التي تحصل لهذا السالك للطريق لكفى لو لم يجد إلا ثمرة دعائه بما يفتح الله تعالى عليه من أبواب الخير لكفى يبارك له في علمه وفي عبادته وفي أهله وفي ولده ويستجاب دعاؤه لا يلزم أن يكون غنيا قد يعيش غنيا وقد يعيش فقيرا لا يلزم أن يكون صحيحا قد يكون صحيحا وقد يكون مريضا لكنه يأنس إلى الله ويستشعر هذه الروح الإيمانية ويمده الله تعالى بألطافه وقد يكشف له ما خفي على غيره من أمور يجهلها كثير من الناس عن طريق الإلهام أو عن طريق الرؤى الصادقة أو غير ذلك مما يفيضه الله تعالى عليه